طيب الآن نروحوا يعني إلى العنصر النسوي اللي ولا يلبس هذه القشبية، يعني هل من الناحية الجمالية ربما نشوفوا حتى أنها جميلة سمية، لكن هل هو يعني هل العنصر النسوي الآن يفضلها على أنها جميلة ولا أنها تدفيه فقط؟ لا لا، لأنها جميلة، وكذلك لأنه العنصر النسوي كذلك رجعوا لتقاليدهم، وكذلك رغبة بعض النساء طبعا في أنهم يستعملوا حاجة مثيرة للانتباه أو حاجة جديدة مثلا. وكذلك لأنه قشابية تكون عبارة عن قطعة بالنسبة للنساء المصممات تقدر تخدم بها واش تحب مثلا. من أسباب أنه النساء رجعوا للقشابية أو كما مثلا كما نقولوا ولاو يشوفوا القشابية أنهم يقدروا يصمموها على حسب واش يحبوا. كذلك في موديلات عديدة بالنسبة للنساء، في حتى اللي تجي قصيرة، في اللي تطلبها طويلة يعني قصيرة حتى تقدر تلبسها مع سروال معين، حتى الزي يختلف، ربما حتى نشوفوا فيه مصممات أزياء ربما لما يخيطوا هذه القشابيات ربما يضيفوا عليها بعض الإضافات. ما تظنش أنه هذه الإضافات راح ربما تأثر على أصلها على عرقتها؟ لا لا، ما دام المادة الأولية لم تتغير فكل شيء يضاف إلى القشبية هو في الفائدة للقشبية وليس العكس. لأنه طبعا حتى في الحالة هذه اللي أمامك ولم تكن موجودة من قبل. نعم، وإحنا دائما فخورين طبعا بالتراث طبعاً الجزائري، لأنه نشوفوا حتى الأجانب لما يجوا للجزائر يحوسوا على القشبية. يحوسوا على القشبية يعني. نعم كما قلنا من قبل، هي أحسن هدية ممكن أنك تمديها، وكذلك أنك الأجنبي ولا اي شخص يحب الحاجه الاصليه الخاصه بالبلد.